تحل مشاكل المجتمع بتغليظ العقوبات، ولكن الردع مهم. مهم جدا. طيب، فهنا يعني حضرتك مع اذا كان لنا ان نعدل، حضرتك مع فكرة ان احنا ممكن نعدل القانون ولا لا؟ انا مؤيد تماما. ليه عقلية الطفل اتغيرت عن ما كنا عليه في 90 و2008؟ النهاردة الطفل بعقلية ناضجة، موبايل، أفلام أجنبية، كل شيء على علم بيه، فما أصبحش الطفل بتاع زمان. فلو كان لنا أن نعدل، تعدل مثلا العقوبة من سن كام لكام؟ العقوبة هنخليها برضو الإعدام، يعني يبقى سجن بلاش مؤبد، الإعدام. سجن مؤبد، سجن مشدد. وفي القاضي ليه المادة 17 حسب ظروف كل وقعة، إذا ليه الوقعة تستوجب أنه يخفف ينزل بالعقوبة. لكن كنت تفضل أن يكون لنا القدرة على تعديل؟ طبعا احنا ملتزمين بمواثيق دولية، طبعاً طبعاً. ولكن ان احنا لو كان لنا نتمنى أن نعدل، نتمنى ان احنا نقدر نعدل. أيوة. ليه يا سيادة المستشار؟ ما احيانا بتبقى في وقائع صارخة، جرائم صارخة، زي ما تفضل عصام بيه، ان المحرض بيبقى كبير وبيحرض صحيح. وعلى فكرة جرائم أخيرة ما كانش فيها محرض، بيبقى فيها مشترك في الجريمة، بيبقى فيها اتنين شباب بيضربوا بعض، زي طفل ناضج بكامل الرجولة كامل. وشايف انه من 15 ل17 ده لم يعد 18. طفلا ل18 ده لم يعد طفلا، أصبحش طفل. رأيك ايه؟ لا، ما هو سيادة المستشار هيقول رأيه، لكن هيظل ملتزم. صحيح، لا احنا ملتزمين زي كلنا، ملتزم زي لكن احنا زيه. بنتكلم على وجهات النظر. أيوة، مش على تطبيق القانون. أيوة، بنتكلم عن وجهات نظر. لميس هانم، بنتكلم عن وقائع فردية. الوقائع الفردية أيوة. لا تنظم القانون. القاضي عنده الحرية في بعض الأحيان لما بيلاقي الجريمة اللي قدام منه توافر فيها الركن المادي والركن المعنوي، وان أيوة، كان فيها بس هو لا يستطيع ان هو في النهايه العقبات لا. اللي بتبقى قدامه ايه؟ قدامه كتير. العقوبات محدوده، لانه الهدف النبيل منها انه ما يخرجش للمجتمع. خلي بالك بس، الطفل دوت ليه المشرع بيمنع ان هو يختلط بالبالغين؟ لانه هو كمان بيتعلم، لما يوصل 21 سنه بيتنقل في السجن التاني، واول ما بيتنقل بيتعامل مع المجرمين العتاه، فهو بيطلع للمجتمع لانه بيقعد وقت وبيخرج شاب صغير. يعني اللي بيتحبسه هو كبير بيخرج كهل، خلاص هو اكتفى بما يعني. لكن لو خرج شاب صغير في رايك ان طبعاً هو بيبقى خطر، بيبقى خطر. طيب، على المجتمع. طب، فانت بتعالجيه، يعني لازم الاول ندور على طرق للحد من الجريمه. يعني احنا المؤسسات ما بتقومش بدورها، وخليني اقول لك، المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني اكتر، الجمعيات الاهليه اكتر، اغلب المشاكل اللي كنت بتشوفيها وبتعرضيها عنا كانت بتحصل داخل المؤسسات اللي مهمتها الرئيسيه هي التوعيه، اللي مهمتها الرئيسيه انها تعلمهم عشان تحد من الجريمه. لكن انا مش كل ما تحصل عندي جريمه اشدد العقوبه، مره في التحرش ومره في التنمر، ويعني يعني كتير. احنا بنعدل في الوقت الراهن قانونين غايه في الاهميه، يعني وبعدين هنتنقل لسياده المستشار. احنا بنعدل قانون الاجراءات الجنائيه، فيجب ان هم يسمعونا كويس ويسمعوا الخبراء كويس جدا، ايه اللي احنا عايزينه في قانون الاجراءات الجنائيه، ما يمرش، ما يبقاش موجود داخل لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه دلوقتي، يعني بهدوء. قانون العقوبات اللي من سنه 37، لان اتغيرت الفلسفه، ربما واحنا بنغير الفلسفه ندي للقاضي سلطه اكتر، لانه هو في النهايه احنا مديين للقاضي السلطه الحد الاقصى ينزل بيها درجه. طيب سياده المستشار، هل انت متفق مع فلسفه التشريع دي، ان هو ان انا لو عاقبته وهو صغير كده هيطلع للمجتمع يعني تنتهي حياته؟ مش هتفرق معاه. مش هتفرق معاه. بمعنى هو دخل السجن او دخل الحبس خلاص، فهيبقى متشبع بكل شيء. طب ايوه، بس يعني شايف ان تغليظ العقوبه مهم، ولا تغليظ العقوبه غير مهم في الوقت؟ انا شايف تغليظ العقوبه لازم، وسيله ردع بالنسبه لي للطفل. لان دي وسيله ردع، لان انا كمان عندي الضحايا. ما هو هل كان قدامك قضايا مشابهه؟ شفنا كتير في النقط كده، وكنا بنتالم من واقع التعديل، لان يدك مغلوله. والقاضي مغلوله برضه. انا ضد انه تغليظ العقوبه، لانها لم تؤدي الى حل اي مشكله. ايوه، ما هو عدم حول كمان عدم حول العالم يعني. لكن احنا نشتغل على التوعيه
قبل ما نصل للجريمه. احنا بنسيب ولادنا فريسه صحيح. وبعدين اول ما تقع العقوبه، وخلي بالك اللي بينادي بتشديد العقوبه في بعض الاحيان لانه هو مجني عليه. طيب لكن لما بتتقلب بتنعكس ويكون ابنه هو الجاني، يقول لك ده ابن طفل، يظل الطفل غير مكتمل. يعني ما دي دراسات علميه ودراسات مجتمعيه بتقول ان الطفل حتى 18 سنه لم يكتمل. ايوه بس 18 ولا سنه ولا لم يعد طفلا. سياده المستشار، ما انت شفت الحادثه بتاعت اول امبارح اللي كان بيسوق عربيه والد وهو سنه 12 سنه. انا ما اقدرش اقول لك ابدا ان طبعا ده خطأ والده اللي هو ساب له العربيه مسؤول. هو خد المفتاح وانا ما اعرفش مثلا، بس هيظل مسؤول. ايوه بس في النهايه هو قتل حد او اصاب حد، اصاب ابن زميله في كاتبها، يعني اصاب حد او قتل شخصا او ارتكب جريمه، والقانون هنا مش بيروح عشان اشخاص بعينهم او حالات فرديه. القانون هنا لتحقيق الردع في المجتمع، لتحقيق الردع لما تبقى فيه ظاهره، لكن لما يبقى حاله زي دي. طب وانا هستناها لما تبقى ظاهره، والقاضي يديله سنتين؟ لا، تفرق السنتين وتفرق في المركز اللي هو هيخشه، يعني في المكان أيوة اللي هيتم فيه الحبس. قتل السنتين او للطفل. اغتصب، ما في ضحيه يا عصام. الزهره زادت يا عصام بيه. في اللي بتتكلمي عليه اللي هي الجريمه المركبه، سياده المستشار بيدي عقوبه اضافيه. طب لو كان عندك وهو له الحق لما اذا استقر في وجدانه، يعني القاضي الجنائي ده قاضي وجدان، يعني سياده المستشار يقول استقر في وجدانه ان المتهم ارتكب الجريمه وان هو كان في سبق اصرار وترصد، ده ما بينزلش بالماده 17. هو أيوة هو بس حر. اقصى عقوبه ممكن تديها قد ايه سياده المستشار في قتل مثلا؟ قتل عمد زي اللي حصل في شهيد الشهامه كده؟ مفيش 15 سنه، ما اقدرش اديله 15 سنه كمان. ما تقدرش تديله 15 سنه. وطيب ولو كان في اغتصاب؟ ما نفس العقوبة بتاعت المنصوص عليها بنزل فيها تاني. طيب ما هو يعني ايوه ما طيب دي مش معناها بالضرورة ان انا اقوم اغير التشريع. طيب دي اطبق التشريع الحالي. انت تعرف احنا لو نجحنا في تطبيق التشريع بالفعل وما يبقاش عندنا بطء في التقاضي، سياسة الردع عندنا في امد التقاضي. احنا عشان كده في بعض الاحيان بنستشعر ان النيابة العامة بتتدخل مباشرة وتحدد جلسه القضيه لانه بيعتبرها قضيه راي عام ويحكم فيها عشان يحقق فيها سياسه الردع.